نعود لمتابعة هذا اللقاء مع معالي الوزير السابق الأستاذ يوسف سلامي، مؤسس ورئيس لقاء الهوية والسيادة. كنا قبل البريك عم نحكي عن ضرورة أنه يكون في تغيير من يعني للطبقة السياسية ربما للنفاذ بلبنان من ما يرسم بالمنطقة باتجاه حل الأزمة السياسية. الرئيس الحريري امبارح كان بموسكو حيث التقى وزير الخارجية. الحركة باتجاه العواصم مثل ما بيقول وسام سعادة بالمستقبل، هنالك حد زمني أقصى من دون رئيس، بيقول أنه في حد زمني يمكن أن تحتمله أي دولة من دون رئيس، وتسويغ الفراغ الرئاسي بحجة أن ثمة محورين إقليميين يضع أحدهما فيتو أمام تعبئة الفراغ بالشكل الذي يريده الآخر لم تعد قابلة للتصديق بأي شكل كان. مسعى الرئيس الحريري كيف تنظر له مع الوزير؟ هل هو خايف من أن نكون وصلنا إلى هذا الحد الأقصى؟ أنا بعتقد الرئيس الحريري في عدة عوامل، يعني قد يكون مدرك صار أنه وصلنا على مرحلة قد تهدد وحدة الدولة، وحدة الشعب، مستقبل لبنان. وكل قائد سياسي مصلحته او حسه الوطني بيدفعه انه يتحرك. هلا قدي لا اتجاوب او قدي قدرته على المشاركه بصناعه القرار على هذا المستوى، هون بنترك للايام تكشف. يعني هلا اذا لاحظنا مسار حركه الرئيس الحريري، تنقل من تأييده للدكتور جعجع للوزير فرنجية للجنرال عون هلا تحديدا، بعد ما اعلنها، ولكن مثل ما عم بينقال، يعني حتى الجنرال امبارح لمح لها. بقى هالمسار دليل انه هو مدرك الى خطورة الوضع ومستعد يضحي بالسياسي، لانه كلنا بنعرف انه اختياره للوزير فرنجية او للجنرال عون امبارح تبعته. هل قدر من خلال كلامه أن يقنع من لم يقتنع به رئيسا؟ ما بعرف، يعني امبارح كان الجنرال بشخص آخر. يعني مهادن؟ ما كان، يعني أنا بخاف أخشى من الاستدارات السريعة. يعني إذا واحد ماشي بسرعة 100 وبيعمل استدارة سريعة، قد يكون الخطر أقوى من إنه يواجه الاستدارة. وين لمس الاستدارة؟ يعني باتجاه رئيس الحريري؟ نوع باتجاه كل ما وقفوا السياسية، يعني كان شخص بالكاركتير تبعه، يعني كان بما وقفوا بأدائه بنبض كلامه كان إنسان آخر. يعني أنا واكبت حركة الجنرال عون من الثمانينات وأنا بتابع. ما كان الجنرال عون اللي بنعرفه من الثمانينات، يعني كان كنت بقدر يوم قريب كان من البطرقس فير. ما هيك انا كنت الوزير. قريب من البطرقس فير من منذ دخول الجيش السوري الى لبنان. يعني وصدق وجودك بمحافل دوليه وعربيه اكيد، وانطرح يومها موضوع الجنرال. هل بتشوف انه في شبه اليوم بالامس؟ ما في، انا بعتقد انه يعني بتذكر الوزير بطرس بيقول لي انه ببدايه حرب التحرير اجتمع بالجنرال عون، وكان الجنرال عون عم بياخذ راي كل القيادات بالمنطقه انذاك، لانه كان قرار كبير ياخذه. بيقول لي الوزير بطرس متحفظ هو الله يرحمه، بس بيقول لي انه قال له هل حكي مع الامريكان على اي اساس فتنا بالحرب؟ جيران عون كان طموحه كبير وقراره السيادي كبير، قال له وقتها أنا أخذ قرار غير سياسة أمريكا بالشرق. يعني من ذاك القرار اللي كان طموحه أنه بده غير سياسة أمريكا إلى موقفه امبارح، بعتقد أنه في تحول 180 درجة. ما بعرف أي هو ميشيل عون الحقيقي، ولكن على كل حال قصة رئيسة الجمهورية وغير رئيس الجمهورية، القصة أكبر من خيار أشخاص. نحن عم نعيش حالة بالمنطقة، تغيير خرائط، يمكن تغيير دول. هل في دول تهدد دولة لبنان؟ يعني يلي دولة لبنان الكبير، يعني أنا بعتقد أنه دولة لبنان السؤال الأساسي اليوم مش من سيكون رئيس جمهورية لبنان أو ومتى. السؤال هل لا تزال دولة لبنان الكبير قادرة على حماية الكيان اللبناني، ايه او لا؟
يعني عم نعيش بسوريا وبالعراق في دولتين كبار وهن اكبر دولتين بالمشرق العربي والدول العربيه مهددين بالجغرافيا وما معروف شو مستقبلهم السياسي وشو مستقبلهم الكياني. بقى نحن عم نعيش ترف بعضنا بلبنان معتبرين كانه غير معنيين. يعني لبنان في 1.5 مليون سوري تهجروا ومش اكيد رح يرجعوا. إضافة إلى نصف مليون فلسطيني موجودين وأكيد ما رح يرجعوا. للأسف هذا التحول الديمغرافي وهذه الفوضى وهذا الاصطفاف المحوري من هون لإيران بين السعودية وإيران وكل القوى في محاور كبيرة صار وفي شرخ كبير على مستوى هذا الشعوب هذا المشرق. ما بعرف إدي نحن منكون سذج اذا ما منفكر انه لبنان كمان مهدد. المسيحيين هم بيقدروا يلعبوا دور بين الشرق والغرب. انا بعتقد المسيحيين دورهم التاريخي كان او بين العرب والفرس بلبنان هن دورهم التاريخي كان انهم قدروا يشكلوا زون تومبون او قوه فصل بين كامل مكونات الشعب اللبناني وبين الشرق والغرب. واليوم اللي ضعف دور المسيحيين انفجر لبنان وانفجر الشرق. يعني نهار اللي الدور المسيحي صغر وحجمته الهيمنة المخابرات السورية والقوى الحليفة إلى بلبنان صغر دور لبنان. شفنا اليوم وين صرنا. اليوم متاح انه يلعبوا هذا الدور. هن بدهم يقتنعوا انه بعدهم موجودين ومن هيك نحن عم ندعي قوى النخب المسيحيه واللبنانيه انها ترجع تاخذ زمام المبادره وتفكر وتقول انها هي لا تزال على قيد الحياه وترسم لحالها خريطه الطريق تنقذها وتنقذ لبنان بكافه مكوناتها. هل المشكله عند هؤلاء انه ما عم بيقبلوا يعترفوا بوجود الاخر؟ هو المشكلة الأساسية إن يعني الكل يقول نحن منمثل الأكثرية أو أنا عندي أكثرية الأصوات. نحن للأسف عشنا ديمقراطية مزيفة. أنت بتعرفي أنه من 90 لليوم ما في لبنان سقطت في الديمقراطية أصلا سقطت من 75 من الحرب سقط تحت حكم الميليشيات ومفهوم الدولة الحديثة اللي انبنت مع الفكر الغربي انه الديمقراطية الغربية اصلا كانت نسبية بالاول وسقطت بالكامل بعد 75. هلأ خبرية التمثيل كلنا مندرك ومنعرف انه ما في تمثيل حقيقي لانه الشعب اللبناني ما في يكون ضد نفسه. لو في تمثيل حقيقي او في انظمة تحمي التمثيل ما ممكن الشعب انه ينتخب الجلاد طبعه. نعم بس هذه الطبقه السياسيه هي حتى تمثل الجلاد. طيب الطبيعي للشعب اللبناني معالي الوزير بس حتى حيث بالمناطق المسيحيه اللي في انطباع نوعا ما انه فيها تنوع وفيها عده ترشيحات عم بيرجع هذا الشارع ينتخب هذا الحاكم. هذا الحاكم يعني الحق على الشارع على الشعب. لا الشعب انه ما عم بحاسب او حق. لا انا رح اقول لك الحق على اثنين لانه النخب انضربت الطبقه الوسطى بلبنان نتيجه سياسات تراكميه منذ 1992 انضربت فيها الطبقه الوسطى. نعم. والطبقه الوسطى هي اللي بتشكل ديناميه المجتمع بكل مجتمع. يعني انتم هلا باللقاء عم بتجربوا ترجعوا تحيوا دور هذه الطبقه. مزبوط وعم نجرب نقول للنخب اللبنانيه نعم عندك دور اساسي وطليعي ما تستقيلي منه. يعني اليوم نحن بعدين احدى نتائج المصالحة اللي حصلت على بالشارع المسيحي انا بعتبر وجهها الى اوجه ايجابية كتيرة ولكن اهم وجه ايجابي الى انها حررت المستقلين اللي كانوا يبنوا سياستهم على عداوة الاخر. يعني كان في فئة من المسيحيين تلتزم بتأييد الجنرال لأنه هي بعيدة عن الدكتور جعجع وفئة تلتزم بالدكتور جعجع لأنها بعيدة عن الجنرال. هذه الفئة الغير ملتزمة أصلا لا بحزب التيار ولا بحزب القوات تحررت من الانتخاب السلبي اللي كانت تعمله. وأنا بعتقد هالمرة
المجتمع عم بحكي عند المسيحيين اذا ما حصل، مع انه انا ماني مقتنع انه نحن قادمين على انتخابات، انا خايف انه نكون قادمين على تغييرات جذريه على مستوى الدوله اللبنانيه، ولكن اذا ما حصلت اكيد المجتمع اليوم المسيحي بيكون خياره اخر. طيب كيف بده يكون خياره اخر اذا ما ركب بهالبوسطه؟ يعني هون كمان ما في حظ للنخب انه تقدر توصل، صار عندها حظ تقدر تغامر بالمحاولة. صار عندها حظ تقدر تغامر بالمحاولة، لأنه بالقبل ما كان يسمح لحاله غامر، لأنه يعتبر إذا حظوظه فاشل سلفاً، لا إنه يمكن يخصمه يربح، يعني يقرر يمشي مع اللي أقل خصومي معه خوفا من إنه يربح اللي أكثر خصومي معه، بينما اليوم هالسبب زال. الرابطة المارونية أطلقت بحسب جريدة السفير مشروع لقانون الانتخابات، صح، مبني على الصوت المحدود بعد إعادة توزيع 3 مقاعد نيابية. يعني ملخص هالمشروع هو صوت لكل مواطن. هل بلقاء الهوية والسيادة عندكم نفس الرؤية؟ يعني بتعتبروا أنه هيك مشروع ممكن يكون يعطي خير تمثيل؟ يعني هيدا من احسن المشاريع اللي لحد هلا الطبقه السياسيه عم تتداولها. نحن عندنا مشروع، نحن انا يمكن وزير قدمت 1 مان 1 فوت، يعني كل مواطن ينتخب صوت. هلا نحن كلقاء السنه من سنتين مقدمنا رؤية للبنان، كنا عم نحاول نحن انه نتفادى الوصول الى الكارثه اللي هي بقاء الدوله كما هي بمرتكزاتها. وأنا خايف أنه نوصل لهالمرحلة. نحن قدمنا قانون، قلنا خلينا ننطلق من الطائف. طائف قال بالمناصفة غير، نحن قدمنا قانون متكامل أنه إلغاء الطائفية السياسية من مجلس النواب، وصغرنا حمينا الأقضية مثل ما هي، لأنه القضاء هو إطار جغرافي معروف تاريخيا بلبنان، وأصمنا عدد النواب على 2، وقلنا بالمناطق اللي فيها أكثرية إسلامية أخذنا نص موا إبسلون، والمناطق اللي فيها أكثرية مسيحية نص بلس إبسلون، لنقدر نحمي شوية توازن بالعدد. وقلنا ينعمل مجلس نواب من 64 نائب، ومجلس شيوخ قده. مجلس شيوخ طائفي بيحمي التمثيل وإله دور أساسي، كل طائفة تنتخب شيوخها على مستوى كل لبنان حسب القانون النسبي. ومجلس نواب قانون أكثري مثل ما هي الأقضية، بس صغرنا بهالقانون هيدا. قلنا كمان رئيس جمهورية لنحرر الرئاسة من الارتهان للخارج قدر الإمكان. رئيس جمهورية ينتخب من الشعب. شرط الترشح لرئيس الجمهورية يكون عضو بمجلس الشيوخ، يعني صار عنده حيثية تمثيلية من طيفته. وطلبنا بتحرير مقدم للوصول إلى الدولة المدنية إلغاء المذهبية السياسية، يعني رئيس الجمهورية مفتوحة لكل المسيحيين، ورئيسة الوزارة والمجلس مفتوحة لكل المحمديين والدروز. طب عم بتنسقوا مع غير تجمعات هيك للمجتمع المدني؟ نحن عم ننسق مع يعني تجمعات المجتمع المدني، ونحن داعيين كل مكونات. واصلا استاذ ملحم خلف اللي عم بحاضر باللقاء هو رئيس جمعيه فرح العطاء اللي هي احدى الجمعيات المجتمع المدني الفعلي على الارض. بعد البريك رح نتابع حديثنا. يبدو انه الحكومه وجه لها دعوه الرئيس سلام، موضوع اللاجئين السوريين كيف عم بتم التعاطي معه، وقد ما بيسمح لنا الوقت بقية الملفات. لحظات ونعود.